في دبي تقام مسابقة الكايت سيرف التي تشهد إقامة عدة جولات في إمارات مختلفة، منها أبوظبي وأم القيوين ودبي. وتشهد المسابقة كذلك استقطاب عدد من المتسابقين أصحاب الباع الطويل في هذه الرياضة ومن أنحاء مختلفة حول العالم، وبإشراف لجنة الكايت سيرف باتحاد الإمارات للرياضات البحرية. الكايت سيرف في أجندة نادي دبي الرياضات البحرية هي عبارة عن بطولة قديمة مستحدثة. نادي دبي أقام البطولة هذه في السنوات الماضية، واليوم تم إعادتها في الأجندة الرياضية بصورة مختلفة بعد الاجتماع اللي طرأ بين اللجنة المنظمة والشيخ أحمد بن حمدان رئيس لجنة الكايت سيرف، ووقوف على آخر النقاط والمستحدثات للبطولة هذه. تم تثبيت البطولة هذه في الأجندة الرياضية على الأنظمة الجديدة المستوحاة من اللجنة هذه، شاكرين فيها الشيخ أحمد على دعمه التام لإقامة الحدث والأخوان في اللجنة كاملة. اليوم الفئات الموجودة في الحدث هذه هي عبارة عن 8 فئات، منها نساء ومنها رجال، في جوائز مالية قيمة مرصوغة للبطولة هذه. مثل ما نحن عارفين شواطئ دبي دائما تعجب المتسابقين، فكرة إقامة الحدث أو استضافة الحدث في نادي دبي أو من ضمن روزنامة نادي دبي هي توفير الأحداث الرياضية للمجتمع الإماراتي على حسب الرغبة. مثل ما نحن شايفين اليوم البحر والشواطئ مدينة دبي تعجب الرياضيين هذيلا، هي عبارة عن آلية تنظيم لهم وتثبيتهم كرياضيين في إمارة دبي ببطولة مستوحاة لهم في الأجندة الرياضية.